بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كان في النهارده ماتشات كتير في الكاراباو، يعني مفترض ان ليفربول هيلاعب ليستر سيتي، بس بصراحه قررت ان انا افضل الماتش ده لان انا عارف ان يورجن كلوب ما بيفكرش في حته الكاراباو ولا كاس الاتحاد الانجليزي ولا الكلام ده، هو اهم حاجه بالنسبه له الدوري ودوري الابطال، فكده كده هيلعب الماتش بالشباب. فقلت ان ليستر سيتي هيطقطقوا بدري وقد كان. ببص في البدايه لقيت 2-1، بعد كده 3-1، ورحت سايب الماتش وقلت خلاص احنا نركز بقى مع اخواننا هنا في توتنهام. الدنيا في توتنهام لذيذه والحياه بقت حلوه من ساعه ما انتوني كونتي جه، وانا بصراحه بحب جدا ان انا اتابع توتنهام فتره انطونيو كونتي حاليا، لان انا كنت معجب جدا بفتره مورينيو في بدايتها، وكنت واصل لدرجه ان انا خلاص بقى توتنهام هينافس على حاجه، بعد كده رجعنا اتبطينا تاني. فاتمنى ان كونتي يحاول يرجع توتنهام للمسار الصحيح، وهو مسار يتتوج باي بطوله. وكده كده كونتي بسم الله ما شاء الله معروف ان هو الفرقه مفيش اسم لعيبه احتياطي كتير، فانت كده كده حتى لو في كرم هتلعب بالاساسيين. تشيلسي قدام برينت فورت، تشيلسي طلع لعيبه من الاكاديميه، انما كده كده الماتش اللي منتظر انت تتفرج فيه على كوره وعلى لعيبه اسكواد اقرب للتكامل كفريق بيلعب في الدوري الانجليزي بيقرر ان هو يلعب بنفس اللعيبه هي في بطوله كاس الرابطه، لا هيكون موجود ماتش توتنهام وويست هام. وبصراحه استمتعت جدا بالشوط الاول. الشوط الاول كان جميل جدا جدا جدا. 3-4-2-1 بتاع السيد انطونيو كونتي كده كده عاديه، وكده كده كونتي معروف ان هو من مدرسه 3-4-3 و 3-5-2، وكونتي بيحب جدا الشغل ده. بس بصراحه اول نص ساعه كان عظمه، يكفي ان انا اقول لك ان ستيفن بيرجو يسجل هدف الالف الدقيقه 29، بعدها على طول جيرود باون سجل هدف في الدقيقه 32، بعدها على طول بقى في الدقيقه 34 لوكاس مورا. احنا خلصنا الماتش في 4 دقايق، بعد كده شدنا اللحاف ونمنا لحد ما سعيد بالرحمه ما نزل. وحته سعيد بالرحمه دي محتاجين نتكلم فيها، علشان الصراحه كنت بشوف ان الاعلام الانجليزي مزوده مع سعيد بالرحمه، وخصوصا مطالبته بان سعيد بالرحمه يقعد دكه للانزيني، لان لانزيني ممكن يقدم لك ماتشات واوقات كويسه، لان هو لعيب مزاجنجي. اللعيبه الارجنتينيين كده فيهم شويه لعيبه بيلعبوا لك ماتشين ثلاثه وبعد كده خلاص بقى احنا بنقعد لحد ما الحماس يجينا في ماتش كده احنا نأديه. انما بالرحمه ممكن يكون في 5 ماتشات بيأدي اداء كويس جدا، في ماتش كده تلاقيه اتزحلق منه. يعني 6 ماتشات تلاقي ان سعيد بالرحمه قدم لك 5 ماتشات مقبولين جدا جدا، وكان خطر على المرمى وكان ايجابي، بس في ماتش بيزحلق كده. ففي زحلقه بالرحمه مش بتعدي، وزحاليق كتير للانزيني بتعدي، مش عارف هي جنسيات وعنصريه من 60 جزمه موجوده في الدوري الانجليزي، بس عادي كله بيعدي وكله بيروح. هوجو لوريس بصراحه طلع واحده النهارده ما تطلعش. هوجو لوريس بعد ما 2-1 طلع واحده من الثمانيات ما تطلعش، عظمه عظمه على عظمه والله عم هوجو. الاداء الكويس اللي انت قدمته، كان نفسي ان هاري كين يسجل، وكان نفسي كمان ان انا اشوف كده توتنهام بيعمل سكواد عريض. بس بصراحه اول ما الرحمه مريض اللي خضيت حسيت اللي هو لا 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 لا، الواد ده مش ناوي لمار بار، الواد عمال يشوط شمال ويمين بسم الله ما شاء الله، وربنا يستر اخطر كور في الملعب حرفيا كانت بعد نزول سعيد بالرحمه في الدقيقه 68. سعيد بالرحمه من الدقيقه 68 لحد اخر دقايق واحد من اهم وافضل لعيبه اللي موجودين داخل ملعب وست هام، هو برده ومارك نوبل. لا مارك نوبل مين؟ مارك نوبل ده المساك ايه ده الواحد، لا مش مارك نوبل، فورلانس اللي هو بابلو فورلانس اللي سجل الجون في ليفربول ده، احبه احبه، مش لاعب جون في حبيبي ده. واندي يارابالينكو نزله في الدقيقه 80 مكان هيرسون سابي. اما توتنهام فتوتنهام طلع دوهرتي ونزل تانجانجا وامرسون مكان سيرجيو ريجلون في الدقيقه الاخيره، وهاري وينكس مكان لوكاس مورا. وتغييرات هاري وينكس دي هي اللي قلبت الدنيا على توتنهام بصراحه، خلى توتنهام اللي هو توتنهام مش هيجيب التالت، توتنهام قاعد هنا معانا لحد 2-1، والحمد لله عدت على خير وتوتنهام قدر ان هو يطلع كسبان اللقاء. وبصراحه برضه هرجع اقول لك ان سعيد بالرحمه قدم اداء بالنسبه لي مخيف كواحد كان جاي يشجع توتنهام النهارده. هارد لك لويست هام، والف الف 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 مليون مبروك ليه توتنهام، وان شاء الله باذن الله ليستر سيتي، لان انا كنت سايبه متعقرب 3-2، فاتمنى ان ليستر سيتي يقدر يخلصها. وكده كده تشيلسي تقريبا كسب 2-0 برينتفورد علشان خاطر نعرف المتاهلين معانا للمرحله الجايه في الكاراباو. اتمنى ان توتنهام يقدر ياخد الكاراباو بعد ما السيتي ما خرج من الكاراباو، واتمنى ان توتنهام والسيد انطونيو كونتي تكون اول بطوله ليه في الكاراباو مع توتنهام وتسبير. ولحد هنا عزيزي لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو لم يعجبك فبراحتك يا برو، وفي الحالتين غياب سون فرق بصراحه، غياب سون بيفرق. ونزول ديلي الي بيفرق برضه، يعني ديلي الي نزل من هنا ونزل سعيد بالرحمه من هنا، سعيد بالرحمه كان مان اوف ذا جيم بالنسبه لل 20 دقيقه اللي لعبها، وديلي الي حسبي الله ونعم الوكيل.